مساء الخير، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، وانتم تشاهدوا في الفيديو تاعي تاع اليوم. نقولكم مرحبا بكم في قناتي اي لاف لوك دي زاد. اليوم راهو كي يعني بقى لي غير يومين ان شاء الله ونعاود نولي الجزائر العاصمه. المهم يعني بغيت نخرج ولادي هكا يلعبوا شويه، وكامل ديسيديت باش نجيبهم لهذا الجاردان تاع 1 نوفمبر اللي جايه في طريق بسكره الفوق، هي معروفه يعني في باتنا، ما كانش اللي ما يعرفهاش. هنا مدايرين لي جو هكا يعني تاع الاولاد الصغار، ماشي دوك لي جو الكبار يعني، بصح تاع ولاد صغار هكا يعني برسك من 3 سنين 4 سنين حتى 10 سنين يعني يقدروا يلعبوا فيهم. هيا قلت ما لا نجيب ولادي يلعبوا لهنا شويه. هنا الصراحه رحنا مع العشيه خلاص، باسكو هاد البلاصه هذه يكون فيها بزاف الغاشي، سورتو مع لي فاكونس يعني راح تلقاي البلاصه هذه معمره، يعني طيشي البيضه ما طيحش. المهم هنا مع العشيه خلاص كان مره العصر، جاب لي ربي جويه 4:30 هنا ولا 5 كي لحقنا، جبت ولدي لعب شويه وقال لي نزيدو نروحو ناكلو عند سلاح في اللينجا عند مايكي، يحب البيتزا تاعهم بزاف. قلت نبروفيتي هاد لي دو جوغ هادو ونخرجهم. هنا راكم كيما تشوفوا الاجواء هايله بزاف، سورتو كي ما يكونش الغاشي. المهم البنات هاد قلت لكم الجاردة هذه تاع 1 نوفمبر اللي فيها لي جو كيما المسجد تاع 1 نوفمبر هذاك الجامع الكبير. المهم لي جو اللي هنا راه ما كيلعبوا 5000 البارتي، يعني 5000 تلعبي الجو اللي حبيتي. المهم كل لعبه ب 5000. لهنا عندك التران هذا، ركبت فيها انا ولاتي، سلكنا يعني بلاصه وحده بنتي ما خلصوش عليها. كما كنت تشوفوا هنا الاجواء هايله هايله البنات، هنا كان قد من المغرب وبدا الغروب والكالم وما كانش الغاشي بزاف، والجو ما بارد ما سخون، يعني واحد الاجواء روعه ما نحكي لكمش. صافي لعب ولدي هنايا شبع برد قلبه، ومن بعد رحنا تعشينا عند مايكي. المهم هنا البنات كان ذن المغرب وهناك ماما كانت صايمه، قلت لها خلاص على بالي هي ما تبغيش تاكل ماكله تاع برا بزاف، قلت لها معليش كسري هنايا الصيام. ومن بعد كي نروحوا للدار تاع الشاي، باسكو هي كانت دارت عشاها، كانت دارت جاري ودارت خبز الدار، يعني العشاء كان واجد. وهنايا ولدي هو اللي باقي ينسيستي ماما بغيت نروح ناكل عند مايكي سالح في اللينجا، بقى ينسيستي. قلت خلاص معليش مادام بقاو يعني غير دو جوغ نديهم ندير لهم خاطرهم، راكم تعرفوا. جينا لهنا عند مايكي معروفه ما كانش اللي ما يعرفهاش في باتنا. الصراحه البنات انا مؤخرا يعني راني ناكل في كل جهه في كل بلاصه، مي مايكي هايله يا البنات، سواء من ناحيه السيرفيس تاعهم سواء من الماكله تاعهم بنينه وبروبر، يعني سورتو سورتو نظافه. شوفوا لهنا راني دخلت لي سانيتير تاعهم، باسكو قلت لولدي لازم تروح تغسل يديك، راكم تعرفوا كان يلعب
والغبره ويديهم يروحوا باختو صافي. جبتهم هنا غسلت لهم، عجبوني بزاف لي سانيتير تاعهم يعني بروبر روعه ما شاء الله، ومام السيرفيس تاعهم هايل. هي يعني في كلش يعني ما نقدرش يعني نقولكم يعني ما لقيت فيها حتى كما نقولوا احنا حتى غلطه والله العظيم مايكي، ولا غير هي المخيره هنا في بيتنا بدون منازع. الوغ لا لي بري تاعهم يعني ريزونابل، ساعه تروحي تاكلي ماكله حشر رزق ربي ما تليقش بصله، ولي بري تاعهم في السماء. هنا بغيت نصور لكم لي بري تاعهم ابي بري باش تعرفوا وين راهم يدوروا. وانا الحاجه اللي تعجبني البيتزا تاعهم مارغريتا هذيك اللي تجي سامبل، البري تاعها يدير 35000 وبنينه بزاف بزاف. وثاني الفخيطاس تاعهم، انا الفخيطاس تاعهم البنات كي نجي لازم ناكلو واحد البنه يعني. شوفوا كليتو بارتو كل مره وين نذوقو في جهامي عندهم مايكي ولا غير هو المخير. فوالا وزيد بلاصه فاميليال يعني كي تدخلي هنا تلقاي غير لي فامي، وتلقاي يعني تلقاو بلاصه واحده اخرى جهه واحده اخرى يقعدوا فيهم يعني لي جون ومنا يعني ما يخلطوش. يعني كي تدخلوا اون فامي زعما مع راجل كل مع باباك كل خاوت كل عارفي بلي راكي داخله البلاصه يعني محترمه مش مخلطه بزاف. فوالا ويجيوها البنات من لي زونفيرون كامل والله العظيم، لقاو ثم بساكره قسنطينيه تاع الصيف والله العظيم غير يجيو على جالهم. شحال من وحده تكتب لي في لي كومونتير تقول لي راني حابه نجي نتاسي الماكله تاعهم ونجربها. المهم كنا دوموندينا فاخيتاس، كليت انا فاخيتاس وماما كلات بيتزا، ولدي كلا غير وحده باسكو ما كانش جيعان بزاف كان شبع. المهم كلينا وخرجنا. اللي هنا بغيت نصور لكم بعض الاجواء في ولايه باتنا في الليل. انا صراحه نبغي ولايتي بزاف بزاف خاصه في الليل، يكون نقص منها الغاشي ويكون الكالم ويكون الاجواء يعني روعه. هذه الحاجه هذه يحسوا بها غير الناس اللي متغربين، الناس اللي بعاد على الولايه تاعهم يعني متغربين حتى وفي الجزائر لهنا داخل الجزائر ومتغربين. المهم بغيت تعيشوا معايا هذه الاجواء هذو صراحه باتنا في الليل روعه. المهم كما كنتم تشوفوا هنايا كملنا النهار تاعنا اليوم. الغدوه هذيك هنا لو ديرني جوغ عندي في باتنا، قلت لاختي الا ويلا نروح نضرب كنافه عند ماي لقمه نكمل نهاري الاخر. خرجت انا وياها رحنا لماي لقمه زدنا كلينا كنافه وكليت بقلاوه مع كويس على تاي. المهم لحقنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لي لايك، والناس اللي مازال ما داروليش ابوني ديروا لي ابوني باش يلحقكم كل جديد. نتمنى الفيديو تاعي ينال اعجابكم ونقولكم تبقاو على خير، استناوني في الفيديو القادم ان شاء الله.